مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا تأشيرة، والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن. ضيفنا في حلقة اليوم أحد مؤسسي حركة النهضة، أو ما عرف بالاتجاه الإسلامي سابقا في تونس، ونائب رئيس تحرير جريدة الفجر المصادرة منذ عام 1991. ضيفنا هو الصحفي عبد الله الزواري. سيد عبد الله، السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه سيد عبد الله، هل تعتبر نفسك بلا تاشيره في وطنك؟ ان كنت فيما يخص نفسي فانا بلا تاشيره، وهذا امر يهون، لكن الشخص يدوم في مصلحه الامه ومصلحه المجموعه. نحن شعب بلا تاشيره، الشعب التونسي بلا تاشيره، اما الاشخاص فالمصاب هين، لكن الإسلاميين بلا تأشيرة، البعض من اليسار بلا تأشيرة، كثير من الوطنيين بلا تأشيرة، وهذا الجلل، هذا المصاب الجلل. نعم سيد عبد الله، فلنبدأ بك أنت. أنت دخلت السجن واعتقلت أكثر من مرة، هل لك أن تحدثنا بشيء من التفصيل، بقليل من التفصيل، عن بدايات دخولك للسجن وخروجك منه؟ دخلت السجن في أول محنة شنها النظام في نسخته الأولى، أي في عهد الزعيم بورقيبة في سنة 81، إثر الإعلان عن تكوين حركة الاتجاه الإسلامي بشهر ونصف تقريبا، وبعد حصول لبعض الاحزاب المعارضه في الحضره على تاشيره العوده الى العمل. اذا في صحيفه 81 في شهر جويليه في 23 في الذكرى المجيده لثوره عبد الناصر، في 23 جويليه وقرا اعتقالي مع جمله كبيره من اعضاء الحركه المؤسسين لها سنه 81. ومنذ ذلك التاريخ الى حد اليوم، وشخصيا ليس لي الحق في السفر. حصلت على جواز سفر في جوان 81، ومنذ ذلك التاريخ وهذا الحق مصادر، لم اتمكن من الخروج من البلاد ولو مره واحده، بل من الفكاهه ان المرتين اللي اقتربت منها من الحدود لم اتجاوز البوابه الاولى، اي قبل الديوانه، قبل الجمارك الرسميه، ووقع ارجاعي من قبل الوصول الى البوابه الرسميه. نعم سيد زواري، ومتى خرجت عندما اعتقلت في 81؟ وفي عهد الرئيس التونسي بن علي متى اعتقلت أيضا؟ لا، بالنسبة للمحنة الأولى، أي النسخة الأولى من نظام الاستبدادي الجاثم على صدور الشعب التونسي منذ 56، اعتقلت المرة الأولى في 81 في الحملة الكبرى التي شنها النظام الحاكم وقتها، وكانت تتهم التكوين جمعية ومناشير وسلب لغير ذلك. ثم أفرج عني مع مجموعة قيادة الحركة الاتجاه الإسلامي في أوت 84، لكن سريعا ما وقع اعتقالي من البيت في تهمة متعلقة بالتجمهر بالطريقة العام في قضية مرتبطة بالزي الإسلامي، الزي الشرعي، وفي النظام السابق في النسخة السابقة حكمت أربع مرات، المرة الأولى 81 ب8 سنوات، قضيت منها 3 سنوات، المرة الثانية التجمهر بالطريق العام شهرين قضيتهم، المرة الثالثة في 86 حكم علي غيابيا ب3 سنوات من أجل جمعية ومناشير وسلبي لغير ذلك، لكن كان حكم غيابي، ثم كان محكمة أمن الدولة في 87 وحكمت فيها ب15 سنة سجنا. قضيت منها شهر عامين الا 7 اشهر، وجاء التغيير غير المبارك هذا. نعم، مع التغيير غير المبارك، اي مع النظام الحالي، حكمت المره الاولى في 91 من اجل تهم ملفقه، من اجل اراده اقصاء خصم سياسي له شعبيته وله امتداده الشعبي والنقابي والسياسي والثقافي، وبعد انتخابات شهد العالم على تزييفها، تزييف الواسع الذي حصل فيها، فكان النظام الحاكم ليس له حل
ديمقراطي او حل شعبي او حل منطقي وعقلي الا بالنسبه لي الحلول هذه لا تغيب عنه. الحل هو الحل الامني، والحل الامني هو ادخال الحركه هذه بكل ما يمكن، كل عناصرها، كل من يمكن ان تطال اليد الامن ليه، وادخالهم للسجون. ومش ممكن ادخال الحركه هذه للسجون بتهم سيد عبد الله. سيد عبد الله اذا سمحت لي، سيد زوالي إذا سمحت لي، يعني قبل أن تسترسل في 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 حديثك، النظام الجديد نظام الرئيس بن علي يتهمكم بأنكم حاولتم الانقلاب عليه واستعملتم العنف أيضا، لذلك جاءت هذه الأحكام المشددة، ما رأيك في مثل هذا الكلام؟ قل هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين. نحن حجتنا واضحة، نحن حجتنا ما هي حجتكم؟ نحن حجتنا شهداؤنا بالعشرات، نحن شهداؤنا في الشوارع، الطيب الخماسي، عثمان بن محمود رحمهم الله. أما ادعاؤهم فقل هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين. ادعوا منها ادعاءات كبيرة، ادعوا براكة الساحل، لكن براكة الساحل حذفت في نهاية الأمر من خط البحث. ادعوا ستينجر، لكن في نهاية الأمر لم نجد له أثرا في الوثائق التي أحيلت المحكمة. سيد عبد الله يا سيد زوالي، إذا سمحت لي، يعني هناك حادثة مشهورة وهي ما عرفت بحادثة باب سويقة، ماذا عنها؟ أي نعم، حادثة باب سويقة هي معناها محض الكذب. كيف؟ إن كان هناك كذبا فباب سويقة هي محض الكذب. كيف تفسر يا أخي أن يمثل هؤلاء الشباب أمام المحكمة في الدرجة الأولى برئاسة القاضي حسن بن فلاح، ثم تعرض عليه الوثائق والأدلة إلى غير ذلك، ويقرر هذا القاضي المشهود له شيئا ما بنزهته، ويصدر أحكام لا تتضمن أحكام بالأعدام، كانت أحكام 20 سنة أو 15 سنة أقصى الأحكام، وبعد ذلك تعاد الطبخة من جديد، ويشغل التجمع الدستوري الديمقراطي الآلة نتاعه، وتنطلق أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية في عرض البلاد وطولها يشنون حملة شعواء على الحركة، حملة دعائية، وتصدر تلك الأحكام. أما في حقيقة الأمر الأمر واضح، حتى في الوثائق انتحف لما بثوا هما شريط كان يسمى جواز تفرع أو شيء كهذا، ادعوا أن الشباب أوثقوا أحدهم واستشهدوا عليه بالحبل، الحبل لم يحرق وحرقت الجثة. أنا عثرت في السجن الكثير من هؤلاء الشباب، وكلهم يصر على أنه لم يقع حرق أي شخص، وكلهم يصر على أن ما تم أخذ منهم تحت التعذيب. صحيح وقع الهجوم إلى على مقر التجمع، وقع هذا الهجوم، و أخرجوا وثائق المعلومات، الإرشادات، أي بعبارة أخرى إرشادات حول المواطنين، حول فلان يصلي في المكان الفلاني، فلان يسكن في الحي الفلاني، في الشارع الفلاني، في البيت الفلاني. هذه من شغل الشاغل للحزب الحاكم آنذاك، جمع المعلومات على الإسلاميين والمتعاطفين مع حركة النهضة. وكان هذا المقر هو عبارة على مقر جاسوسية أكثر منه مقر حزبي، نشاط حزبي. نعم سيد زواري، في هذه النقطة تحديدا، يعني نعم. النظام يتهمكم بأنكم أنتم وقيادات النهضة وقيادات الحركة في ذلك الوقت هي من أمرت بهذا الهجوم على المقر. لا لم الحركة النهضة لم تأمر بأي هجوم أو بأي عمل، لم تأمر أي جهة كانت. يعني هل هو تصرف فردي من هؤلاء الشباب؟ لا أعتبره تصرفا فرديا، لكن لا أعتبره تصرفا صادر عن قيادة الحركة، إنما هؤلاء مجموعة من الشباب اشتكوا الأمرين من ممارسات أعضاء الحزب الحاكم في تلك في ذلك المكان بالذات. بل يا أخي، بل بعض التجار اللي كانوا موجودين في نفس الحي في اللي كان مقر التجمع في الطبق الأول، وكان محاط بدكاكين تجارية، كانوا التجار يهنئون بعضهم بعض بالتخلص من هذا الوقف. القيادة الحركة لم تأمر، لكن هؤلاء من الشباب، مجموعة من الشباب اشتكوا الأمرين من ممارسات المسؤولين في ذلك المقر،
توافقوا على ذلك، لكن مع ذلك لم يكن هناك قتل، لم يكن هناك حرق، لم يكن هناك أي عمل اعتداء على كائن بشري. نعم سيد زواري، لنعد قليلا إلى جزء من سجنك واعتقالك. أنت اعتقلت في عهدين، عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وعهد الرئيس زين العابدين بن علي. يعني كيف تقيم فترة السجن، كيف تقيم السجون التونسية في العهدين وأنت شاهد على؟ سمى أحد القيادات أو أحد السياسيين أن الفترة الأولى كان الإنسان سجين في ظل نظام مستبد يقوده زعيم مثقف، فكانت الكتب تدخل، وكانت الجرائد تدخل، وكانت الرسائل تصل إلى أهلها، وكانت الزيارة منا في ظروف إنسانية أحسن. لكن في ظل نظام النسخة الثانية، أي في ظل التغيير اللامبارك، لا كتب موجودة ولا جرائد موجودة في مدة طويلة من الزمن، الرسائل لا تصل إلى أهلها ذهابا وإيابا، وضربات الجوع تجنها الكثير من المساجين دليل على هذه المشكلة. ضربات الجوع تجنها المساجين من أجل الحصول على جريدة الحزب الحاكم. ففرق الفرق شاسع بين نسخة أولى تؤمن شيئا ما بحقوق الإنسان، تؤمن بشيئا ما بحقوق السجين، وفترة ثانية تعتبر السجين عبارة على رقم ليس له أي حق، رغم هذا النقطة هامة. النسخة الأولى أي قبل 87 لم تكن هناك قوانين تنظم حياة السجن، تنظم حياة السجين داخل السجن. لكن منذ 87، منذ 88 بالذات، 4 نوفمبر 88 وجدت تراتيب تنظم الحياة داخل الوحدات السجنية. نعم. قبل أن توجد هذه القوانين كانت الجرائد التونسية تدخل السجن، كانت الجرائد الأجنبية تدخل السجن، كانت الكتب تدخل السجن، كان التلميذ أو الطالب يستطيع أن يواصل تعليمه من داخل السجن. ولعل الكثير يذكر أن الزميل كمال بن يونس واصل تعليمه داخل السجن وتحصل على إجازته داخل السجن في عهد بورقيبة. الأخ صالح كركر شفاه الله واصل تعليمه داخل السجن، وغيرهم كثير. الآن المئات بل الآلاف في أول العهد، في أول 91، المئات أو الآلاف من التلاميذ والطلبة من أعضاء الاتجاه الإسلامي أو المتعاطفين معه لم يسمح لهم بمواصلة تعليمهم. إلى الوقت الحاضر كثير من الطلبة الموجودين داخل السجن طالبوا المرة تلو المرة أن يسمح لهم بالمواصلة، لكن مع ذلك منعوا من ذلك، رغم شعارات التي نرفعها التعليم مدى الحياة، الجامعة الحرة، الجامعة المفتوحة، إلى غير ذلك من الشقشقة. سيد عبد الله، نعم. إذا تكرمت أيضا، هل لك أن تسلط بشيء من التفصيل الغير الطويل أيضا، لأنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت، عن حياتك؟ نعم. الآن أنت تعيش في المنفى، هل تعيش في منفى داخل وطنك؟ يعني هل تعيش مع أسرتك؟ هل لك أن تشرح لنا هذه كيف يتدبر أسرتك، أو كيف تتدبر أسرتك الحياة، المعيشة، كيف تستطيع أن تراهم يعني أو يرونك؟ خرج من السجن عام 2002، جوان 2002، تعلم السلطة أن مقر إقامتي بالعاصمة علم اليقين، لكنها لم ترى بعين الرجاء بعض النشاط الذي قمت به الأيام الأولى من اتصالات بالمحامين والإعلاميين إلى غير ذلك، فهددوني بإرجاعي للسجن. وقلت لهم صراحة إن كان عدم امتثالي لأمركم يقتضي العودة، نعد إلى السجن. أنا خرجت من السجن لأعيش حرا، فقرروا أن تكون مكان إقامتي الجنوب التونسي، أي على بعد 550 كيلومتر عن العاصمة، وكانت عائلتي بالعاصمة التونسية، وقضيت 5 سنوات أتممتها تماما. لكن مع ذلك مددوا ظلما وعدوانا مدة المراقبة بعامين وشهرين. عائلتي كانت تقطن بالعاصمة مدة 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات في العاصمة، وراسلت السلطة المختلفة، وراسلت السلطة الثالثة، السلطة القضائية وما أدراك، المحكمة الإدارية
منذ 28 أوت 2002، والقضية مضمنة في دفاترها للنظر في مسألة الإقامة الإدارية التي أجبرني وزير الداخلية على قضائها في الجنوب التونسي، لكن إلى حد الساعة لا يزال الملف في المحكمة الإدارية يغط في سبات عميق. سيد عبد الله، نعم، يعني هل تقابل أولادك وبناتك؟ هل تراهم؟ أقابلهم بطبيعة الحال. العطل المدرسية كانت فرصة للتقابل، العطلة الصيفية كانت فرصة للتقابل، لكن فرق بعيد بين تكون تعيش معهم العام كامل بين أن تراهم في أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وهذا التجاوز، هذا التعسف من وزارة الداخلية في استعمالي المراقبة الإدارية طالت الكثير. سيد زواري، لأنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت، أيضا أعيد ربما النظام التونسي، نظام الرئيس بن علي احتفل في 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 نوفمبر الماضي بمرور 20، بالذكرى 20 لما عرف بتحول 7 نوفمبر. كيف تقيم المشهد السياسي إجمالا في تونس الآن باختصار؟ المشهد السياسي يزداد انسدادا، يزداد انغلاقا، يزداد اسودادا. القمع يطال، الإسلاميين بدرجة أولى هم وقود كل معركة في العالم العربي والإسلامي، يطال كل الوطنيين الغيورين، كل الوطنيين المخلصين من الحزب الاشتراكي التقدمي للمؤتمر من أجل الجمهورية، من التكتل من أجل الحرية، التكتل الديمقراطي من أجل الحرية والعمل، يطال الجمعية الدولية للمستشارين السياسيين، يطال إنصاف وحرية، يطال الرابطة، كل الوطنيين الغيورين والمخلصين لبلادهم وحب بلادهم ينالهم هذا الاستبداد. لم ترى تونس اسودادا وانغلاقا سياسيا مثل ما راته في هذه العشرينية. النسخة السابقة من التجمع، النسخة السابقة من النظام الحاكم كانت أهون على الشعب على كل المستويات، على مستوى الإعلام، على مستوى الرأي، على مستوى التجمع السياسي، كانت أهون بكثير. أنت سيد زواري، أنت تقصد هنا عهد الرئيس الحبيب بورقيبة؟ النسخة الأولى عهد بورقيبة، والنسخة الثانية عهد التغيير اللامبارك. نعم. طيب إذا تكرمت، أيضا احتفلت الحركة الإسلامية النهضة بمرور 26 عاما على تأسيسها، بصراحة نعم. كيف تقيم الحركة الإسلامية أو حركة النهضة تحديدا؟ الحركة الإسلامية هي تجمع مجموعة من التوانسة، لهم أخطاؤهم ولهم جانب كبير من الصواب، ولهم أخطاء ارتكبت، والأخطاء تقوم ويقع إصلاحها. الحركة الإسلامية حققت الكثير في وقت من الأوقات، هناك كبوات مرت بها، وإرادة الإصلاح وإرادة التجاوز وإرادة التغيير وإرادة الأحسن دائما موجودة لدى أعضائها، وهذا ما أفخر به. وأنا على يقين من أن ما فاتنا يمكن تداركه في أي وقت من الأوقات إذا صدقت النية وخلصت النية واستمرنا على سواعد الجد. سيد زواري، نعم. إذا تكرمت لي ربما هذا السؤال الأخير، أنت منذ عام 1980 وأنت دخلت السجن، ومنذ ذلك الوقت وأنت ربما نعم. عشت في السجن أكثر مما عشت في خارجه، وأنت اليوم في المنفى نعم. وبعيد عن أسرتك، ألم تتعب؟ ألم تمل؟ الملل موجود، القلق موجود، لكن الإنسان ينظر إلى الهدف، ينظر إلى أن الإنسان، أنا لا أضحي من أجل نفسي، من أجل شخصي، أنا أضحي من أجل بلد، من أجل شعب، من أجل الأمة. وعندما يرى الإنسان في سبيل من يضحي، تهون عليه القلق، ويهون عليه الألم، وتهون عليه المعاناة، وتهون عليه كل ما يمكن أن يحصل له. ولذلك وهذا تقريب نفس النفسية اللي أريد شاهدتها مع إخواني اللي خرجوا حديثا، الهاروني والوريمي والجلاسي إلى غير ذلك، كلهم رغم المعاناة وما سلط عليهم، لكنهم كلهم حيوية وكلهم حماس وكلهم مستعداد، لأن احنا بلادنا تستحق في أوكد الحاجة للإسلاميين، في أوكد الحاجة للإسلاميين قبل غيرهم كذلك، لأن نحن في حاجة إلى تغيير حقيقي، تغيير يلمس الجذور،
تغيير يعيد الأمة إلى هويتها، إلى ثقافتها، إلى مدارج التاريخ. وأعتقد أن الإسلاميين هم الأولى بالقيام بذلك. ولذلك المعاناة والأتعاب والسجون والمنافي وكلها تهون في سبيل ذلك. وحركة النهضة إن شاء الله قادرة على أن تعود إلى قيادة القاطرة من جديد. الصحفي والقيادي في حركة النهضة عبد الله الزواري، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام بلا تأشيرة. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم مع ضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.